بحبش اخلي حياتي كلها على الهوا، بس اقول لك يا سيدي انا عندي برضو دكتور النهارده رايح لدكتور بطن، دكتور صاحب فضل، هو الدكتور رضا عامر، يعني صديق ليا بقالنا 12 13 سنه، عالجني قبل كده من الكبد فيروس سي، وهو لما كنت عنده في البطنه بقى بحته بقى قالوا لي ارتجاع مريء وهي كانت جلطه، قال لي تنزل دلوقتي على دكتور قلب، قلت له يا عم ده يا دكتور ده ارتجاع مريء ومش عارف ايه وانا بقيت كويس على الادويه بس لسه صدري بيحصل له وبيجرى له، قال لي تنزل دلوقتي على دكتور قلب. نزلت على دكتور قلب وشوف الصدفه اروح لدكتور قلب قبله الساعه 8 اروح ارجع له تاني ابقى في العمليات الساعه في الطوارئ الساعه 11 وابقى في العمليات بعدها على طول، ويحصل بقى الجلطه واذابه الجلطه والقسطره والدعامه ونخرج تاني ونرجع تاني نركب دعامتين وهكذا. كل الشكر والتقدير لصديقي العزيز الدكتور رضا عامر صاحب فضل، والله الدكتور رضا عامر فضل كبير، صاحب فضل كبير عليا بصراحه، يعني هو يعني هو عالجني من فيروس سي ومعايا باستمرار وبتردد عليه، هو قبل كل ده فنان جميل ومبدع، تقدر تتابع اغانيه كده هو ومجموعه من الاصدقاء لواءات ودكاتره ومهندسين واصحاب شركات وعاملين فرقه من الهواه كده وبيسجلوا حفلاتهم وبينزلوها على اليوتيوب، حاجه عظيمه جدا 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 جدا. وشوف بقى الصدفه ان انا اروح له فيقول لي لا تنزل دلوقتي، ففيها انقاذ حياه وفيها توفيق، فضلا عن ان هو رجل صوفي جميل انا بحبه وبحب قلبه النقي الجميل جدا 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 اللي مليان حب لكل الناس. شكرا للدكتور رضا عامر صديقي العزيز والفاضل يعني. فعشان كده بقول لك اخي الفاضل ان انا طلعت النهارده الساعه 5 لان الماتشات الساعه 6 في دوري الابطال وعندي دكتور، بس باذن الله اطلع معاك بالليل بعد اوروبا برضه ونتكلم في حصاد اليوم باذن الله. جوزيف صبري عطله من فرنسا، اهلا بيك اهلا بيك يا جوزيف، يحفظك ربنا.